اسمي أحمد خالد عبد الله بشكيان، عمري 25 سنة. أصبت بطلق ناري متفجر في 31/1/2014. قالوا هذه خطيرة، حولوني على الشفا. في الشفا عملوا عملية، فتحوا رجلي تقريبا هالقد، وكان ريحتها طالعة، يعني بتشم ريحتها على بعد 10 متر. طلعنا على مستشفى المقاصد في القدس، في القدس. أول ما وصلنا المستشفى انفجر الشريان. طلعت عملت عملية، نزلونا على الغرف، على الغرفة عند المرضى، انفجر الشريان كمان مرة. عاد طلعوني على العمليات، انفجر الشريان كمان مرة، 4 مرات. أما البتري أم ابنك مموت. صار وزني 35 كيلو، تخيلي 35 كيلو كيف؟ يعني طفل صغير. قال لأبوي بجيب لك الشرطة الإسرائيلية، يعني بالخوف، يعني عشان أبوي يوافق. أبوي مضى على بتر، والدكتور كلم أخويا في غزة، قال له أخوك عنده مات. القصة 1 2 3، بدنا نبتر رجل أخوي، قال ابتروها يعني ولا نموت. أبوي نزل تحت جمع الفلسطينية، قال لهم 1 2 3 الموضوع. طلعوا فوق مسكوا الورقة من الدكتور وزعوها، قالوا له دكتور أدي آخر فرصة، آخر فرصة. نايم أسبوع، نمت أسبوع في غيبوبة، أسبوع صحيت حطوني 2 يوم في العنايه المركزه، تحسنت وروحوني على غزه. من غزه ما روحتش على البيت، على المستشفى. بعدين حطوني في مستشفى الشفاء. اول ما خشيت مستشفى الشفاء قالوا بتر 6 شهور على التخت على ظهري. اروح اغير في الشياله واجي في الشياله، اروح اغير في الشياله واجي في الشياله. بعد 6 شهور والغيارات تحسنت. قبل سنة في رجلي صارت توجعني، قلت لأخوي، أبوي كان مسافر، قلت لأخوي رجلي بتوجعني، رحنا على الشفا. بعد 15 يوم طلعت الأسطوانة، سدد في الشرايين، في الشريان المغذي للقلب. عملنا تحويلة على الضفة، يجيني رفض تحت الدراسة. الله لا يسامح اللي كان السبب. وشون المدنية أول سبب هم في طلعتي، يعني لو إلي واسطة أنا بطلع. القصة مش قصة إن أنا رفضون علي حاجة، لا، اللي إلي واسطة بمرق وقل لك لا عندي اليهود، لا، بس هم بالواسطة بطلعوا. بقيت أخذ أدوية، أمشي كتير، بعدين خفيت من دون عكاز أمشي، بعدين صرت أتعب، بطلت يعني أقوم أطلع الحمام مرتين، مثلا على المطبخ مرتين، التجأت للعكاز. انا بمشي من العكاز بس بعرج، بس مسافة بعيدة بتعب. المهم رفضونا حوالي 7 مرات، قالوا على مصر. ابوي سجل اليوم، قالوا بده يفتح المعبر، سجل اليوم، ثاني يوم طلع اسمنا، نشدته، نشدت يعني مسؤولين كثير كثير في غزة، وعملت تضامن انا واخواتي واصحابي واصحابنا في الجند المجهول في غزة. يعني موضوعي تقريبا كل غزة دري فيه. احنا الحين جايين نتعالج في معهد ناصر، جايين نتعالج لعملية كسترة، فجأونا في عملية حقن في الظهر، عملتها هيا، والتلاتة هادي اللي بتيجي عملية، كمان عملية. السفارة الفلسطينية الحين السلطة مغطية كل مغطية العلاج، انه فجأنا معهد ناصر انه الدواء حسابنا، الدواء حقه 500 جنيه، في دواء حقه 1000 جنيه، في دواء يعني كل دواء بكتبوه لنا اياه غير عن الثاني، يعني ادويه غاليه. طلعنا على السفاره نقدم الورق ونقول لهم احنا بدنا نطلع برا مصر، عمليتي حساسه جدا جدا، يعني اي غلطه بتر. صارت تقول لي وين يعني اطلعك؟ على المانيا. قلت لها بطلع على المانيا. قلت لها أنا في واحد بعرفه يعني 100% طلع ابن أخوه سياحة على ألمانيا، وأنا جريح بناشد إلي سنة، صار لي سنة بناشد في السفارة، كتبت لنا الورقة علاج يعني، وقالت لنا
كمان يومين بر عليكم. مرة انوش القنصلية بتقول لي بدك تطلع على ألمانيا، قلت لها بدي أطلع على ألمانيا. هم ما استنضفتش تحكي معي. أنا نشدت الرئيس محمود عباس، نشدت حسين الشيخ، نشدت محمد دحلان أبو فادي في بعلاجي، نشدت كل قيادات الشعب الفلسطيني. أنا لما في السفارة قالوا لي انزل يعني روح، فخشيت في الحمام ومزعت حالي، أكلت حوالي 40 غرزة. أنا بطلب بحق الله وبحق العرش العظيم، إذا بعرف ربنا إنهم يشوفوني يعالجوني يطلعوني برا مصر. أنا حالتي الصحية صعبة، كل يوم تزداد سوء عن الأول. أناشد مين؟ أناشد ناس في كوكب آخر، في عالم آخر. أنا بقعد مع حالي، بشك في حالي، بقول معقول أنا عايش في الدنيا ولا ميت؟ أنا بخاف أطلع بين ناس المصريين يتبنوني، يقفوا معي، لأنه فيش حد في الشعب الفلسطيني مطلع فيه ولا في القنصلية الفلسطينية. أنا بدي أوصل الرسالة، بدي أتعالج، بدي أرجع إنسان طبيعي. وضع الصحي صعب، بدي أعيش زي الناس.